الجملة هي وأحكامها وحكم بابك الله بابنا والجار والمجرور وين بابك سيد حادنا تفسير الكلمات وين وكلمات أنت لو بها هي وإن بدن صون ونغطة أي تفسيرنا إياها بابك أفرادنا الإشارات إلى عبارات المحررة بولي يحيى وقف كمركو ربو إنو إعراب ونحوها لو بها هي إنو السمايو هي أخطاء هي يعني وحلقات في عن يهي إنو كوها الله هي سيدة في عن إنو كوها الله في عن تهي بكل شيء قدو إياه كل توحي لغو هيستان ولغو هيستان شيخ أوه بنحوه في مسائل كاسكلابة خلافية ونغضوب فنحوه نفتر كيسو المسائل الخلافية أبطح لكن أهم شيء إذا فهمتوه هي نحوه أون هذا مت كميد أون فهمتي كاسم بتكسو عكر تاوي واحد كده داوي يسمى كيك هذا كتك أهم شيء إذا فهمتنت هيو ان كلمه ثاني اعراب تي روح اي تهي ما اسم با مفعل با ما حرف با اعراب تي روح اي تهي حق يقول عيسى ما مفاعل با مفعول با ما مجرور با مبتدا با ما حي تهي مفعول اول با مفعول ثاني با ثالث با وين روح فان تاول ومن المصوبات با مرفوعات با مجرورات با مجزومات با هنا فانت لو با هي برضه شيء اسباب كواد مرك ايام صور دمين هبه باب كواد نفس الكيس حول افر مساله يوحل مسألة كوادي ومسألة كو سابسن جملة هي كلام كو فرق ودحية مركا جملة إني كوين بانتهي ووحي مركب به أم يحفى إيدي أم يعني يحفى إيدين إن إلى هذه الجملة وهي كلام كون هو مركب وحفى إيدي باسمه مركب كدو حفى إيدي وكلام هدي مركب وياه هو حفى إيدي وجمل بسوي حفائدين وجمل إذا كلام الجمل مركب وحفائدين كل ما يقول مركب وحفائدين ياهي أو حل بك لن يكبر كبرا وحفائدين ياهي فإذا هو حكيري وإن قفك كل ذي السنة ياهي مركز أنا مستد وإنت تكون هذا الشعر كفائدين وي وسن هي كلهم وي هذا القرآن إنه سن هذا مركز جمالي مفيدة مركز وحوية وحوية كلام ولا لي هي جملة ولا لي هوي لكن هذه مركب كاس وسن مفيد أسنة هاي جملة كلها ليه كلام لديه ما إلا كلام شرد ريسو وين وحفا إليه فالكاس بحول الجملة دي هدنا وحقوق غيبي جملة اسمية هي جملة فعلية هوي جملة اسمية ده هو والجملة ده كوب الله بتمقع بيه مقعاس حرف كهر مراه واحدة بتمقع بيه ما زيد من قائم هي هل زيد من قائم هي وحلا لو حد ان زيد من قائم وحلا لو حد يستقري مرحبا باسم وكب اللوض ولذا سبحان الله هذا جمله اسميه اسم كاس اما صريحا نقضه زيد من قائم وكلا اما من اول هالنقضه هل قصوا قاتل مصدر وان وما دخل عليه وحلمده وان تصوموا خير لكم اي صومكم هذا وأنت الصوم خير لكم والجملة الاسمية اللي هذا سوته أنت سامسدري أهو والصوم تصوم بفعل كاس مضارع وأفعال خمسة هي أي وحي عنها الشيء ويكر ديكتي هذا اللي هو من المنصوبات نوع على من أول من عنها الشيء وحوي من النواصب وي من النواصب وي هو كر ديكا في كمية تهوي وهي مركة أي صومكم أما صيامكم هذا جملة اسمك هدي على كل حال مدعى لغب اللوضو واسم جملة اسمية لجملة اسمية هذه فعل لغب اللوضو جملة ذنا جملة ذا اسم حال لي هي جملة فعلية بالي فعل كاس مرك أم هل الشيء أم هل قلنا هذا فعل كاس حرف كرمر أم يانو كرمر هذا قام زيد فعل بلغب اللوضو جملة اسمية هل قام زيد وجملة اسمية عفوا جملة فعلية جملة فعلية هل قام زيد وجملة فعلية هل كاس حقد من حرف كاس هل حرف كاس زيدا ضربته ما دام زيدا اي كوكور دغنت هي فعل قان وضربت زيدا ضربته باب الاشتغال بكل هجره باب كان سقاوي اهي باب كمحوها اشتغال سو ضربته ضربت هل مفعول بغاته وانا هيستا وضمير كاس ويعطيكم مش خصوصا تهوي زيدا تنكه الرئيساهي وحو ومفعول به او لفعل محذوف مركوي فعل كان مركب محذوف كاهي استوى الجوجا بك دغنت ادير وزيدا ضربتهم حيث الجمله اسي وجمله فعليه بالله سوتها محي
هذا ضربته واقف ماشي نكقو عنقول وقف كست علم اي خان وفهم كراوي اهي وحكوا رمذا يا زيد هذول يا زيد محيطه يا زيد يا زيد هذا هو جمله فعليه لا لو قياده بقى فعل مثل يسوي قد يشوف وكشيكي جمله ان لو قيد صغرى كبرى باختصار بركم كلها هي صغرى وجمله خبر دعضه جملة دي خبر دعضاه جملة دي أساس صغرى ليراوي آهي كبرى أنا محل إلى هذا جملة دي خبر كان بعد مركز اللي قدر مبتدئه خبر كيو هذي مركز اللي قدره الله بعد أساس مركز اللي قدره كبرى لليها مركز مركز أساس كوي باختصار ويا مركز جملة مركز صغرى محيطة صغرى وجملة دي خبر كيدو يا جملة ده خبر كيد وهي جملة ومبتدأها خبر كيس جملية مبتدأها خبر كيس الجملية هي جملة ده صوتان كبرى باللي ان غيبتن كلي خبر كان هل هي صغرى تسوية لكن ما هي جملة صغرى محيط هي والجملة دي خبر عظيم ومبتدأ له جوه الرمي هي ده خبر العزيز كجريا كلي كده مفعله وصغرى هدي مبتديه اي خبر كو هذا قدر انا وكبرى من كبرى محيط هاي والجمله ده مبتدا يو خبر والجمله هكا كومون اي كبرى صغرى محيط هاي والجمله ده بعد خبر مبتدا بعد وين هاي كدي مركب حانري هدي اللبن مبتدا مركب ماشي ويما هذا مبتدا اول مبتدا ثاني اما ثالث وحويان مبتداها سلابان خبر كيس والجملة كلا سنة نقض مركز سبحان الله هي مبتداها دحر كل جراهي مركز اللي قبل الله أستاذ يوحي قدم بياه هو جملة كبرى هو مركز أستاذ اللي قف يرسو ما دام أقويها خبر مثل كوريان وحوى الصغرى هو اللي هو الجملة وحوى كبر الأوضاء جملة خبر وكبر الأوضاء هي آهي مركز اللي قف يرسو مثل قدم بياه الجملة كلا قدم بياه سنة مبتدأ ومبتدأ لبادوه من انا قدم يسي خبر كهبه صغرى كل اللي نغني يسوي الساق اللي قبل الله يروح قدم بينه وكبرى هذه على في شو هذه الله في شو ما دام احد كجري ولا جهري ولا في يا سي نفس الكيس ماشي وكبر الله الى واحد قدم بينه خبر ويهين مبتدا كله عليه اذا مبتدا احد كجري يروح قدم بينه والجمله او خبر او نقطه مبتدا كوري اذا مثل الله في شو متكوري على جملتنا وصغرى صوتها وامحي خبر ديراتي وحي خبر اوتهاي مبتديك وادوي اللي هي شنو ساس ونغي الذي خبر دعضاهي وصغراوي مبتديك وادنا قبل اللابو الى بدا نقود بي سنه ونقول اسكت انا وكبراوي كان بحث كل جيرانا ساس ونغو كرياوي شيخ مركز حكى هذا لي مساله الله بعد اه جملوين كدعا عراق تمحل كلوي وحمرك اللي هي علمودو جملة حداد أركتب أما اسميها نقطه أما فعليها نقطه إعراب تمحل كل حداد أركتب أبو وحي الدكتي مفرد يا مفرد إعراب الإعراب الجروي مفرد الإعراب الجروي بس كيسي بما أنت دقنت هو مركز شيخ وحي دهان هدي إلا قيب مركز سيمحان غنيسا حولي هاي وات تضبق قيب وضوي تضوق ونقول مدك وان حولي ومقع خبر لي لا جمله ولا توي خبر بوضع والجمله خبر خبر ولا توي خبر عن خبرين دليل اول وهذو هاني الخبريه ولا بقى يبدو لا بقى اصطلاح بقى خبرين لي مالك باب الانشاء الجمله الخبريه والانشائيه مالك اللي هي مساله كلام الجمله التي تحتمل الصدق والكذب جمله خبريه لي هذا مالك باب قال الجو لكن حلقه ماشي تروى محي مبتدا خبر المغلي جرتي خبر كاس بها الجوده مالك جملة تنو خبر بحود عضي مبتدأ أسرع سيد زيد قام أبوه أما زيد أبوه قائم جملة اسمية مرنا كده من الجملة الفعلية أول أما سواء محي أن أسل كيسيب مبتدأ هاول إن زيدا قام أبوه هذا في إن زيدا قام أبوه هذا في ريا زيدا مبتدأ هي ميس مركة لكن أسلك مبتدأها مبتدئها إن قش مركة كاس اسم ان اللي هو بحشاد لكن ما دام اس الكيس مبتدا وهذا ان اي قشيو ولي ان مثل كوابي بدا شيء او
مدعبة للأبحشي، اسمه إن الأبحشي ومدعب مبتدأها ولا قول رجي، لكن غير تدن خبر كيد يقولوا صوتها خبره إن، لا خبر إن. إذا مركم حول هذه الجملة خبر دعضاهي جملة داس يداهي حال لي هيو مفرد بوس كيس دعضي وخبر هاجر سيل لي هي إن زيدا قائم، هذا قائم مفرد وي، أما زيد قائم ومفرد وي هذه مفرد عادي هاي هي هذه نواس صدق الشباب كو فما كان لي شيخو هداد نقش الجملة خبر دعضيو لبقى يبدو كيف سمي ساوي، إما أنا مرفوع في محل رفع انتهي، إما أنا في محل نصب تهوي. مرك أديق عقلها كشغيني مرك كشغيني ولي خبرك قرمو نغجري مها مرفوع هو هانجري مرك مبتدأ عادي خبر وياه زيد قائم صومعين، هذا الزيد قام أبوه ماشي قائم تقطيع. إذا الجملة سبحان الله قام أبوه وفي محل رفع وخبر مبتدأ اللي مفرد كيسة ماشي مكو جوجو ثم مرفوع هانجري مفرد كيس مركو هانجر منصوب في ريا كان زيد قائما، هل تحل يا هيو خبر قائما بوس كاس دعا جملة دعا محل الجملة في محل نصب خبر إن الله يتساعد ما أظن تمركو على كل حال مركو حويري بوس كيد ورفع النقون إياه هدي مبتدأ أو وحبا أنو قلنا نواسقه جملة دعا سو خبر إن قطوه زيد قام أبوه، اما ان زيدا قام ابوه ومرك هذا ان اي قشوي، ولهذا الموضوع ها رفع في بابي المبتدا وانه، هذه مبتدا عادي اي جمله انه قطعه خبر حل في محل رفع وين وخبر مبتدا، هذه ان جمله خبر نقطه وفي محل رفع خبر ان الله لابد اسميرون خبر كاسي في محل رسم جملة يدا خبر يدا، والنصب في باب كان وكاد كان يوحى الله له أخوات كذا هنا يا هدي الجملة ده سئ النقطة خبر هذا خبر كان وحنجر صوم منصوب ترفع الاسم وتنصب الخبر، خبر كي مفرد كان زيد قائما قائما بوسكا ساو حاجة كان زيدا قام أبواتي أكثر الجملة ده قام أبو ما أبوه قائم وفي محل نصب خبر كان الله طاب كلبان، والجملة في محل نصب إذا خبر نقول سنة وكاد دول كادنا وحنا نرسيد وحنا عمل فشا عمل كان بعمل فشا بني لكن وحنا يقولون لو صاريو حكام كله في رمضان بكرة المتوي بكرة المتوي باختصار لك محل الله هيو جملة تانية إذا خبر بيد عيسى هذا وفي محل رفع مركي مبتدأ عادي أي تهوي، أما في محل رفع مركي خبر إن التهوي، في محل نصب مركي خبر كاد التهوي، في محل نصب مركي خبر كان التهوي وكو وخبر كو مسألة الله بعض الثانية والثالثة حول الواقعة حالا هي الواقعة مفعولا مركي الواقعة حالا محن غنيسا هذا واحد كنت فنمتي حالك صاحبك يسوئن معرفية هذا المغشي وحال بقى وقو حال وحو عديا قابك وحان كوي مادين قف كاس مرك قابك وحي كوي مادين ووحا ثلاث تغيين مرك ورمرك كد من قابك جاء زيد راكبا آتي هذا الراكب وحال باليه ثم منصوب وحال حال كاس يدين وين صاحب الحال هذا ومحمد جاء محمد راكبا محمد مرك صاحب الحال كوح واجب انه معرفه يهوي معرفه مرك واتغير مرك وين الضمير نقض وين علم نقض وين اسم شار نقض وين محاها كي ألف لام كجرتون نقض واللي لسليقين مركز لسلوق هذه وحي معرفات صبرة تو هذا مركو حكو ليه هاي جملة ذو هدي دعض بوس كاس مركة حالك ودع جري أيضا نحن نغض في محل من حال حال نسي سوى منصوب ويه هاي ولا الحوري الواقعة حالا محل مكة رأيت زيدا يمشي على رأيت زيدا يصلي الله يصلي آه. مررت بزيد يصلي هاي مركا هذا زيد يصلي ما شو الضون زي هجو أما مرفوحا نغض أما منصوحا نغض أما مجروحا نغض بحرف الجر مررت بزيد يصلي
مركز تبع الجملة ده سكت ما يصلي أيوة في محل نصب وحال حال نسيه مصيب ويسو برنا اسم بدر أسوب اسم بدر الميت حال ومصيب صاحبك يسو أما هكب نادو أما هوصل نادو أما هكرق نادو واي وحال لماذا هدنا أو والواقعة مفعولا بأيضا أول وفي محل نصب لابد سكون لغيو لابد وفي محل نصب وي الواقعة مفعولا به قد مفعول به وتغنى مفعول به رأيت زيدا هذا شيء يمكن يراد رأيت زيدا زيد مفعول به هو ظننت زيدا قائما قائما هي زيدا ولا مفعول مفعول الأول مفعول الثاني هو أعلمت زيدا محمدا مسافرا زيدا محمدا مسافرا مفعول كوال مفعول كلا مفعول كسدي حد مركو واحد محي مفعول هذا يطلع على مركز الجملة ده هذا كل شيء قدام مركز مفعول قيف قيف وقيف سنقول هي هذا الحال ده عذاب محل كمركو وأن الناس بيقول لي ما هاي حال كان وجاء أباهم عشان يبكون بمثله يبكون أول هذا يبكون غازي وحوي والجملة حالية هو في محل نسب من حال ويو وجاءوا وداس بيكتها مركز حال هاي لا إذا سبعده وحوي وحوية 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 جمع سوحوية وحكواس وحوية أما مد مفعول كان غني ساهي أفر ما يرد بيد عذاب الله شيخ وكوفة إذن هي فو أن تقع محكية بالقول بلي هداد أركت قال يقول يوحي كفر عن بابا هي وحو كله هي فعل كاس نقول ساسي هي قال يقول يوحي لمدك جملة دعضي أو مقول القول كليلة ويوحي لوها الله يقول لا دايره هذا عمر وحاسبو يري وحاسبو يريدو ومفعول وين اهي لا سال سمي سال سمي عقب بك عقب سمي عن جزء ما مت كان مت كان يري وين هذا كان كان يري وين كان يري مركب مفعول به وين اهي مركب القرآن الكريم كما قال يقول قال الله يقول الله قال وحلا قالت وقال النسوة في المدينة وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها غير هذا امرأة العزيز جملة اسمك عرف امرأة تؤثر ومبتدأ امرأة مضاف عزم وفي تراود تراود جملة سوى في محل رفع وحوي ينحوها او خبر او امرأة توي لا يقال قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز هل كاسة مفتدك بالامنية هذا الكأيو اي رهدا محل هذه الجملة سوى محل اي رهدين يكون هاللين بقى هبط ليرة ضرب لا قيمة صعود وركاس اللي قبل لا ماشي الكوها لا ماشي كل ما عضو كل جي سؤال يسكت دري وقول كنيك اللي رهدنا يرجح يهرب بضن أو ما كميدة نيك اللي رهدو ابن هشام وحال لي هيو ومفعول به ومفعول به سكوية ما نوجه ذبا هذا أقول حدي ما دام إيتا محكيم بالقول ومقول القول يعني مقول القول كوالي سكير هذا اما مع المحكيه بالقول ما قعوا الاسكير هذا لك اصلك ومفعول به ومفعول به قال اني عبد الله هذا اني عبد الله من لدى في محل نصب مفعول به هو ويمفعل قال مفعول ته نقول القول هو دارت واسلم ماشي الاول مركو قال مفعول قتل مثل الله بان ظن بمفعول كذي محن غنس علامات فيريا إلا ظن هرتو حق قشان اللي مبتدأ هي خبر بي قشان صوم معه وأنا واثق مركز بي مبتدي هنا مفعول كيك ويقاطع خبر كينا هنا مفعول كلا ويقاطع هذا حدث زيد قائم صوم معه زيد مبتدأ قائم صوم خبر معه ظننت بالقري هذا ظننت زيدا قائما زيدا مبتدي هو بدل الفعل الأول قائم قائما اسم بدل الشيء مفعول كلا اسم بدل الشيء marka qaa'iman taasi un bay dhici kartaa jumlo ee midka koowaad ma dhici karto idan marka waa maxay mafcuulka labaad ee dhanantu iyo akhawaadkeedana waxaa leedahay wuxuu dhacaya alla fi maxaa lasmi hada dhanantu zaydan yaqra dhanantu zaydan yaqra'u ay dhanantu zaydan qari'an bay mufrad halkaas waxaan lahaa ظننت زيدا يقرا كسر ظننت فعل وفاعل زيدا مفعول كواد يقرأنا جملة من الفعل او يقرا هي فعل كذا هو اهي
في محل نصب مفعول كي لبعض وي مفعول ثاني وي اول ذن وي وحو هذا نقضاه مفعول كسدحات علمت وي اعلمت 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 اروي اسر نوعها زيد قائم صومعين هذا واحد ربط زيد انه تاغن يحيى ان اد اويسيت فاطمه هاي اعلمت فاطمه زيدا قائما فاطمه مفعول كوكو زيدا مفعول كلبا قائما في الكيس دحال ما دام اللبن مفعولين ذنب مبتدي خبر اسر كود او يهيو جمله وحدي كرتا ميت كذنب خبر كاو اللي مبتدي اسر كحان الجمله من نقصو قول راجع في سويه هذا النادي لو تسمع بالمعيدي خير من ان تراه قد شتي ان تسمع لاس مبتدا اللي راه لكن ما لو قدر وكل على الشيطان وهذا النادي او الحكم مقال خاص قياسته انا لو قياس خاص على كل حال مبتدئ الجمله ما نقضوي ما دام مركب مفعول كسدح مفعول كلبادي اعلمت ومبتداها وحالك كاس مركب نقضوي اذا كو السدح ده مفعول قاطاهي مفعول قدام بيو خبر كبوسكي سدح عياس كجرا مفعول الثالث اي جمله دعي كروي هذين نقطه ظننتي اخوات كذا لبدا مفعول قاطان مفعول كواد مبتدا ما دام كان لواد خبر اصل كيسو اها هلكاس ودعي كريا جمله دعي كرتاو مركو حس كسلا وي واي باش افراد محلي ومعلق عنها العامل وي وحيا به او تعليق لو سمي جري لو انو تعليق على وجهه وا محي كلمه اسكلا ان ايدو نقطه حرف اما سو حوي وا محي كلمه با وحي له حي ان انو هرمري يعني انا هي لي دائما كل ما يصير سدار على سدار من اول كذا عود رفعوا واحد بلا بيشا وران وحي الشيخ طبعا يكبر الخبر الشيخ وحا كمدة ان با كمدة ونفي به ما انافيها كمدة لا انافيها كمدة لا مبتدئها كمدة اه لا كان لام كده جواب قسم كان كمدة استفهمتها كمدة وحا كمدة كم الخبرين دي لو اشر بها كمدة بلا بيشا وركسر له علمت ام ظننت لزيد قائم هذا لانك ولا كده جرب ابتدائي اللي جروي لام كاسوا محي ولا من ابتدائيه لام تاسوا محي كل هذا هيو ابتدائيه اللي يره هذا هذاني ماشان ان اي سن جوجين وحي هرمر مو اخبار يد اهي برك لزيد قائم وانا انت اتت ما الحل هذا هيو ورلام يهرتي كوري ان زيد قائم قعان فلان وركاسي اللي هذا لام توا ميه ما كو عمل فريق كرتيد وهي ما قرت جملة سيدة دم بيساهي مبتدئ خبر بالي هذاول وأنا قال لابد مثل حق آدم وحان لي أن هاي هذا كان ماشي دعي طبعا حان لي أن هاي وحد دقي فوسكي لابد مفعولون كاسين الجملة تاني هذا ومبتدئ خبر كله سد ما سد مفعولي مفعولي سد والله مفعولي مفعولي ظن يقول هل كاس ود قال لي هذي مرة طاو تعليق بركبار طاو تغانا مكوي هاي وهي مركب تاسمر كان يقول مني جملة أفرها هذا مرة محاصر سوق هذا سدح متخبر دعضي متحاق دعضي يمين مفعول دعضي مفعول كان أفر تاس طيب وضع النقضي مد أفرها محاني والجملة إن يدعضه مضاف إليه بوس كيسون مضاف إليه وتغنى هذا كتاب زيد زيد كتاب ومضاف زيد ومضاف إليه تسمعين أسمى مضاف إليه يقول ومفرد وانا هصدق مجرون هذا وحي كله يهيو جملة نفتر كي وحي دقى يساء باص مضاف إليه وهي. مضاف إليه هنا وحصق مجرون لكن مركز تمديك كتاب يقوم زيد ونبديك رد ما يلخص تبي الجملة مضاف إليه نقانيسا وقرمي محل كين وجر وحصدقون اللي مضاف إليه محاجري وجريه هون آه. ده كتاب زيد هذا زيد ومجرور وليست مضاف اليه مضاف اليه مجرور الله علام جر كسر ما في غيره كتاب هذه او هذا او كتاب التي كذا كذا الله يعني كسر التي هذا اذا كان كل شيء مبني على كذا في محل جر مضاف اليه بان لاي مضاف اليه بان لاي هذا مبني هنا مثلا هذه مركز جمله اي مضاف اليه نقط مركز جمله الشيء وحنا لا مركز اعرابه هو فعل ما فعل ما فاعل كي هو مبتدئ خبر كسلا
والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه. أول جملة من المبتدأ وخبر محلها هي في محل جر مضاف إليه. هذا في يوم هم، يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ومضاف ينفع الصادقين صدقهم، ينفع الصادقين صدقهم، فاعلك ينفعه. هذه الجملة ينفع وفاعل وفعل كاسه هي صدقهم وفاعل كيده. جملة سيادة هي في محل جر مضاف إليه أو يوم مضاف، جملة اسمها مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. هذه الجملة اسمها فعل يول، يوم هم بارزون، هم بارزون جملة سنة واسم يول، يوم ومضاف، هم بارزون، هم مبتدأ بارزون خبر كيده. علامة رفعه الضم علامة رفعه عليه هي بارزون اي وجمع ذكر سالم محاول رفع جري الواو مركب بارزو واذا سامر حطها مركب حيث هاي هاي ساس متى يا او مركب فاعل او ها يا بارزونا يا يا بارزونا سلي تلوي هي بارزون 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 هذا الفاعلون فر القائمون يا القائمون الساجدون الآمرون الناهون المسلم الله نفسه اسم فاعلك وحول حالا انه يعود اسمحوا التهيؤ يا وهو ده اسمها فاعل سجل كنا فاعل كنا هي وهو على هو فاعراب كذي ولهذا حد هل هي المنطق بس كاس وجوجل البارزين عليك رأيت البارزين يا مررت بالبارزين الله لا سجل يا مركو ام حي هم او مبتداهي هي بارزون وخبر كيه جملة اسمية ذاهي وفي محل جر مضاف اليه اهي وحين مضاف اليه نقول انسان مركي بعد اذ دعضوا هاي واذكروا اذ انتم قليل في اذ انتم قليل في واذكروا اذ كنتم قليلا اما اذ انتم قليل في اذ انتم قليل اذ كاس حل ومضاف اليه ومضاف انتم قليل جمله انتم ومبتدا هي قليل وخبر كهنا جمله اسمها وفي محل جر مضاف اليه اذ بون واذكروا اذ كنتم قليلا كنتم او كان اسم كيدي هي قليل وخبر كيدي اهي خبر كان اي جمله اسمها هنا في محل جر مضاف اليه وي او اذ تاسي مضاف اليه تاوي اذ ومضاف جمله مضاف اليه وي اذا جاء نصر الله وصبر اذا ما كمل اذا جمله قاسد على هي اي دخل اضافه سن تاوي اذا جاء نصر الله جاء نصر الله على جمله تاسي ومضاف اليه في محل جر مضاف اليه صوت اضافي قاسد على هو بعد اذا جمله بعضها سكجل في محل جر مضاف اليه وي بعد حيث حيث جملة قاسية على ظاهر في محل جر تسوي ومضاف إليه بالله رحمة الله جلست حيث جلس زيد أما حيث زيد جالس أما الجملة الاسمية خدك أما الفعلية خدك جلس حيث جلس زيد فيريا جلس زيد والجملة الفعلية وفعل ماضي فاعل كذا يعني جملة جلس زيد في محل جر مضاف إليه حيث ومضاف إليه كده هذا كده تشوف الاسمية الرسمية جلست حيث زيد جالس زيد مبتدأ جالس هنا وخبر جملة اسم مبتدأ خبر محلها في محل ايه؟ في محل جر صوت ايوه محل حيث بيكون حسن تقول لما اياك ولم يدبون وعدتك اسمي واسمي لو ولما يحيي هذا القران الكريم ماشي تكون رتبه فلما جاء امرنا جعلنا عاليها فلما جاءت بشير كذا وحل الله القران لما كبرت لما اوفر كبرتي لما راسي وحوي هدي اسميه اللي يراهد وهذا اسميه وحوي وحل الهيو وظرفيه ومنصوب مبني على السكون في محل نصب وهو ظرف اصل في ماذا كذا بيسانه وحل الهيو وحوي في محل جر مضاف اليه لما نحل مضاف اليه الهو بينما هي بين اكل من دول بينما هي بين وحلال حج من كذا بيهم سياس او كلو ايدو اهل مركب على هي مثلا انا بينما انا بينما او بينما زيد قائم
أو يقوم زيد مركب حكبا بياه بينما داسي ساس الله بينما أو بين زيد قائم أو يقوم زيد ما مفعلية كذلك أما اسمية كذلك محل هاي تملا داسي وفي محل جر مضاف إليه تملا الشناب بعض الإعراب وحول مد جوابا لشرط جازم جازم استدري يا فرد وهذا جازم هين شنو السبب السبب مال اي جمله اعراب كسر قال سما جرتو هذا شرط وانا لنا وحيابها محول هي الى اله داهي اما انه اسم شرط جازم يجزم فعلين حرف شرط جازم يجزم فعلين اما حرف نقطه اما فعل نقطه بعد جوابتي سوحي نقول نيسا ما انت محل يا نيسا مركز ترمه وهذا قاعد بك القاضي جواب شرطي شرطي لا سامها نقول جازم سيدا ان هي من اوكل اما غير جازم سيدا اذا هي لو هي لولا هي حتى هذا كان لما حرف كان لما هذا حرف حتى حرف نقول حرف كروي وحال لي هيو سيدي لما هي كون انا ايش ام حجز منه هل شرط هي الجواب اللي ايوه جمله الشرطيه ده هي جمله الجواب تاع سيدي ده فيريا اما هل نقول جازم شرطي اما غير جازم نقول وح الرابع هي محل على مجلس الا مرحل مروي ومركز مروي قرمي ومركب ويحيي جواب كان اي دعوه جوابا لشرط جازم وهذا هو محل بعد الفاء هي بعد اذا ون اذا كانت مقرونه بالفاء او باذا الفجائيه خلاص ما نقول كورما مركب فاء ذو الحرس انت ومركب اللي يرادو اس حرف شرط كان ولا بدا فعل جزم جري بامت كيد دمبو جواب تاهب وكعمل فلواي ومحو على الفلواي هذا عن صوت شغنا قلوي جملية حال اسمية طلبية حال جلن هي اللام باق قالوا سوف قشو قد باق قشو وحال عسى قلوي لام باق لام باق قشو أهل لا باق قشو جملة اسمية بنقطة أمر بين نقطة ليه مركزنا لها هي من جاءك فأكرمه ألا يا فأكرمه ألا يا أهل من جاءك فأكرمه ألا يا أهل كوي ماذا كرامي هذا كرامي وامر وجود الجمله ده اكرمه ايه وفي محل جزم منه ومرك الكليه الجواب اي دعضه محل اي دعضه ومرك فاعل حرزته اما اذا الى حرزته ولا بس مرك لا مرك دينا مرك لا مرك دينا هذا اهي اما اذا الى حرزته وان تصيبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اذا هم يقنطون والجواب توي مع انها انا فهم كرتابه الجمله ذا اسمر كوام حي اذا هم يغلطون وحي كدم بين على الجمله ذا هم يغلطون والجمله الاسميه سوما في محل جزم صوت وام حي وجواب لشرط جازم واذا الى حرز دو اما فا عبد الحسن تو وقت القران الكريم كان ويكون بان تابوي فا ذا سيو مركز الحرس تو واجب مركز ساس كف عمرك وحو ليه مركا هاي واي هاي بقول ليه هاي مركا دور كان حب هاي هاي جهد البيان مسكح بهنانية الجملة السادسة مركا التابعة لمفرد دون مفرد بي تابع وطاعي ومحل قوله هو واسير الجملة ذا منعوت المنعوت بها مدح وصفة يوكال وانا قاعد مركا قدام يساق هذا نريد جملة هذي دعوة بعد نكرة محضة هذي دعوة يا أما أي دعوة بعد معرفة غير محضة معرفة أن محضة هين وألف اللام باقى شوكر الحمار أما الكلب وحول الشيء وكالي والظاهر كان ألف لا تمكن في سنة وكم معرفه معناها أنا وكان نكرة مركب حانري جملة دعوة بعد نكرة محضة وصافئة وبرح لا نكره وحوين سافيه وين اهي اما سواء محي وحي بعضي محي 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 على نري بعد محي ايش يعني معرفه او غير محضاه اما سواء محي بعضي نكره او غير محضاه يا
مرنا وحالنا واجي وكنت اين السفن وقلت ومك ما حضر عضو مرك ان كيرة غير محضة عضو عند السفن وكال جاءني رجل اسود يبكي يعني. رايت رجلا عالما يصلي بقى يصلي هذا ماذا رجلا عن عالما انسفي يصلي الى سبحانه وتعالى سمرك حكومه انا اثر هذا السفن لكن كون السفن ما حدا يقول سمرك غانا ومرك نكر اي محضة تهوي هاي لكن مركك كان حالنا وين نقرته ماك سفر نقرته وين وين كل من عوت بها ومحلها بسبب بحسب من عوت هناك محل كيدنا كان لسيفيك وحرم تهوي محاتني رأيت رجلا يصلي ما دام رجلا يكون رجلا تهوي يصلي جلاس محل مركوي وفي محل نصب صفة من الرجل وصفة المنصوب منصوب مررت برجل يصلي ماذا رجل خاص بكم يصلي بحال هي الجملة الأساسية وفعلك يصلي هي فاعلك هو كل جراحي في محل جر صفة للرجل وصفة المجرور المجرور فهمت هذا رجل يصلي على يصلي ومحي وفعل وفاعل وجملة في محل رفع صفة للرجل وصفة المرفوع مرفوع حد مركز ماشي أي مركزي محلها بحسب منعوتها شوف مثل مثالك يعني يوم لا بيع فيه لا بيع كاسي وفي محل رفع ليوم أي صفة تهوي واتقوا يوما ترجعون فيه ترجعون لازي وفي محل نصب يا في محل رفع يا في محل رفع يوم كان محل يوما هذا كل ترجعون في هذه الجملة ترجعون وفعل يفعلك في محل نصب صفة اليوم صفة منصوب منصوب ليوم لا ريب فيه جملة لا ريب فيه في محل جر صفة اليوم هل تروى إعرابي صدر لا هذا هو النافذ الجنسي ريب واسم كذوي فيه جر مجرور كاسم متعلق بخبر الله اللي هو لا ريب كائن فيه هو الأصل هذا جملة لا ريب فيه في محل جر صفة ليوم ليوم وصفة المجر مجرور هذا مركة حيكون حرام في لبس كالعيس مولي جملة الضوابي أيضا والتابعة لجملة لها محل من الإعراب جملة محل إعراب تقول هاي بين مكان تابع وطه على يابل شو هذا في صفة والتابع هاي جزء يا أو حال هذا الأرض الجملة هذه اللي التابع اللي لها من تابع لمفرد كجبك يا من هو تابع لمفرد كجبك يا من هو تابع لجملة كجبك يا كلام برمكو ولا بتابع ميت كاد ان كسو شيكين تابع لمفرد ونكره هو سجل مرك مثل كاس وهذا ما يشاء ياله اي جمله الاولى يساوي كرنك في محل رفع فاصلك في محل جر جلد هو كل في محل نصب جلد لو صير لان صفته كذا هو كذا وايه قال لك التابعه لجمله لها محل اعرابي نحو زيد قام ابوه وقعد اخوه في رياض هذا زيد ومبتدئ قام أبوه هنا جملة سبحانه في محل رفع خبر المبتدأ وقعد أخوه دائرة الواو حرف عطف قعد أخوه هذا قعد وقام أبوه قام أبوه في محل رفع خبر به المبتدأ هذا هو الجملة قام أبوه هنا عفوا قعد أخوه في محل رفع هو محل لأنها معطوفة على هنا قام أبوه عصمته قام أبوه محيها خبر لزيد زيد قام ابوه في مظهر لان خبر متدول لكن في روايه مر مر بو حديث كلام زيد قام ابوه من اي حق عطف اياه بعد اخوه هذا زيد مكبر لا زيد هو المبتدئ قام ابوه وخبر كريم جمله المبتدئ خبر فيه جمله استئنافيه اللي لها والله محلها من العربي والله محلها من العربي اللي هو استئنافيه هذا مرك من عاس ان كعب لهذا واحد كوا ديك حرمته بعد اخوه هذا الجمله الاستئنافيه بك عفنته بعد اخوه وجمله لا محلها من الاعراب صوتها معطوفه على جمله الزيد لرب الله اهي بك عفنته هو زيد لرب الله من جمله استئنافيه هو هذا واو داسي ان واو الحال كدب لقد وحنا ما هدي فعل ما كتب فعل لقدر مكه اهي
فزيد قام ابوه والحال قد قعد اخوه ايتانا. هذا هو الجمله الحاليه في محل الناس يقول هذا واحد كو عرفت كهران يسوي على كل حال ويهمو برك شو روحوا كلها يعني هداد مقاشد هذا الكهر ولا يود عشان هي ظاهر وحاليك. قال زيد زيد روحوا يري عبد الله منطلق وعمر مقيم بو زيد يسمى حلي شيخ باختصار عبد الله منطلق وعمر مقيم ما دام اي قال اطهي كل قد مقول قال اطهي حلي شيخ جمله القصر لا هذا الله ابو الشيخ هذا بقول كذب بقول قصر انا ما كلاش كل داره كل قول بقى مفعول قال لا يدوي ليه بس بكير مد الكوات كريه جمله الكوات بقى مفعول كي اه جمله كو كذب بيانه كاسي كعد فيه ديمس كثر والمعطوف على المنصوب منصوب ديمس ليه طيب هدي قال انت ترى هذه بقول جمله الشيخ جمله كاستا مركر اعراب وصح وفي عنته لكن اخيرا وحل هي جملوين كاس كل جود ما كلاس كبر ضريب محل نقول يا طيب في محل اسمه آه محل اسمه يا أخي واجه هو واجه هو اللي آه حي أما هو محل وقتي وقتي في محل ده وقتي قلين بقى صار دونه على كل حال آه حي محمد القصة هرتي آه مكة كان أهي هذا لا محلها من عرام كواي لا محل من عرام والله محلها من عرب هنا واساسه كانوا ايضا ومحي وجملته هداني فعل كريم بوس ده ومفرده ده فعل كريم لا محل عرب الليل كان كوال محل الجمله ابتدائيه ام استئنافيه ابتدائي حقيقي هذا ام اضافي هذا ان بدل ما اكد قمتان وابتداء حقيقي إيه اضافي حقيقي محل هذا كلمه تنوحك لو كور ريم وجه لك ان اعطيناك مهر كريم زيد قائم مهر كريم كاس استئناف حقيقي لهذا استئناف اضافي او حوي لحظة اي كجريها وعلى زيد قام كاس انا كيف كان شغال قال عمرو هذا كان قال ما كان شيء كاس قال لا اصلا بيحكي قدم يهدم الجمله كلها بلا بتوي لكن الجمله استئنافيه ذا اما بالله وهو رد عضو اما لحظة هذا عضو هدي ورد بالله وطاي معنى اسمه طاي جملة على استئنافية أم ابتدائية لا محل لها من الإعراب اللي مثلك محل ما قوي هاي محل الإعراب تكون عليه بل اللي هو ولكن تكون ودوج طلبان محل جملة بعضها صلة لاسم موصول أو لموصول حرفيا أو لموصول اسميوي هاي موصول جملة صلة الموصول بعضها هل هي جملة يعني حل لا محل لها من الإعراب لأنها يعني صلة الموصول كذي مركب موصول كثير النساء موصول حرفي هدوية موصول حرفي محل قوضة ومتك حرف ان فعل كأو قاله مستر لقطع على يوم اهي قطع على مستر وهذا محاك انت وانت الصوم في له وانت الصوم ان حرف مستر صوم ونسل صوم هذا انا وحل هذا وحرف وحل مثلا حرف موصول بريه وموصول حرفي كذي تصومون وصلة لموصول حرفي قد فيريا تصوموا كل ما كان عرابه وحالي وجملة لا محلها من عرابه وصلة لموصول حرفي أن هو كو لكن وحال لا يهيو أن يوحي قال شيء بس ترك القدر اللي يهي والمبتدأ وسجل لكن فعلك كل يوسف وصلة لموصول حرفي موصولك وحويان اسمك وطغن الذي معها التي الذين ما وتغانا كو ايغا وكو وتغانا الجمله المعترضه بين الشيئين جمله لا ما يرد عباه لا بس شيء او اسكل لازمي او اسدل بين دح دعوي هذا حتى قال زيد رحمه الله كذا وكذا في يعني في قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال وفعل الماضي النبي صلى الله عليه وسلم هل هي وفعل مفعول صلى الله عليه وسلم جميع السفير وصلى وفعل ماضيها الله وفعل فيها عليه ومجرور كنت على وصلى رسوله صلى عليه وسلم وسلم محل معطوف على صلى عليه جميع السفير وحو حل هي لا محل لها من الاعراب صوتها محل فجميع اعتراض انما الاعمال بالنيات الى حد سبحان ما ظن وركاس بر محل كل شيء
وفي محل نصب مفعول به ويقال غصبه. ومحكين بيقول اسكت اسكت فيها كيس ابيقا محل نحو الله اكبر تسجيل نحو الله اسكت فيها كيس معناها اسكت فيها كيس معناها اسكت فيها كيس هاي كسو عمرك هو مركز الجمله معترضه هاي ادوك مركز بتراديه هو هاي ما لها اي دعيسو هي سيده اي هاد هو وهي جمله معترضه كسو. طيب الجمله الرابعه محاني الجمله التفسيريه هو مركز الجمله التفسيريه ومحاني والكاشفه الحقيقه ما تليه وليست عمده مركز وهدنا عمده ان هي هو. على كل حال جمله التفسير سوق هذا ايضا هو ومحي جمله اما مفرد فسرته سوى أسر النجوى هذا مثلا هو أسر النجوى والنجوى اسمه إيه هل هذا إلا بشر مثلكم آتوه أما الجملة قال لها فسرتوه آهي آه. مركا هذه الجملة دو أي متكه رئيس أي فسير رئيس أي عضين رئيس آهي محي خلاف في كل عين وأن سوى الشيء نوي ما اسمح لها جملة مفسرة لا محلها من العربية باب اشتغالك أي السوق لي العلماء آهي المقاربة إلى مي لكن هو قسمين سوق لي آهي هذا مركا إلى هذا زيدا ضربته ضربته ضمبي ضربت القران بيت الصومه جمله ضمبي لا محل من عرف صوته معه جمله تفسيريه تفسيريه وي. على كل حال مركا جمله تفسيريه رأس الشيخ نووي اما مفرد تفسير الصو اما جمله كلها تفسير الصو وحاويان وان مفسر اساس مقطع وي هو وي هو حكوا حويز الجمله الخامسه الواقعة جوابا للقسم جوابت لقسم تدعي سنة جواب كستئر دار دار جوابه أما دارتي هل الشيخ والله أما أقسم بالله زي إن زيدا لسافر هذا هو الشيخ صومه أقسم هو الشيخ أما يا أنا الشيخ أنا الشيخ الكريم والله ما تالله إرادة جواب القسم ك هو ما هذا ان مثلا والليل اذا يغشى وانا ان سعيك لشتى عليه وجوابته سبحان الله يهيئ ولا محل لها من عذاب وي صوت محي وجواب جواب القسم جواب القسم وي اهي اهي يا سين والقران الحكيم انك لمن المرسلين وحويا وحلنا وداروا انك لمن المرسلين لا محل لها من عذاب وي زيد لا يقومن انل زيد ومبتدا لا يقومن حانل جملة القسم كبان والله لا يقومن إلا أم تاسو إلا قسم كأه وجو القسم كذا عنها شيء وقدم بي جملة القسم كبان هي مت كان جواب القسم كلا بعض ولا يسكت دري با خبر كزيد بن كجر يا هذا كور إذا نواتي فقط في الجيري لبو قبس دوزي يعني. ويهاني مد اللي حادي وجوابا لشرط غير جازم وهالجواب سيحن هذا دون تحكم حد هذا سوق سوق رحبه جوابت جازم انا حد كل هذين جوابت لشرط جازم وان فا اذا استنحر السن تسكت يا ناس كلها يعرض هذا مركو ام جواب او لشرط جازم او فا اذا استنحر السن كو ايو شرط غير جازم جوابتي سن لا بلاش جوابني لا محل معرض مني هذا مركو كثير نساء فرجواب تتنون سير فما حرزها فعل حرزته وكو حد فعل واركي اذا في جمع الحس واركي اذا في جو اركي طيب قضاء نقول سمرك مركز الله يظهر فعل التنون اذا التنون ما شان اي جواب يهين طلب مثل كهري وبلو كردعي مجازين با او ان يمن يحلم ها وجازين بها اذا حلف فعلا اذا حكتنا بيا في محل جزمون وايه وحي كون رأي ما غير جازمها هو غير جازم بها لو اذا يبقاها يبقى كبه كبه حنا شكو الرئيسي يبقى لمدكها هي حالا يا خلاص مركز تبع هذه حتى فأذن لويلها او فعل حتى لكي يحمد جزمين سوما كاس اللي هو غير جازم وهي مركز لان باختصار ما حالا هي جوابت او شرط او غير جازم مطلقا اما فهل حرسن اما يلسل حرسن هي جواب تمثك جازم كها وهي فعل حر السمي اما اذا اسم حر السمي انت سبحان الله لا محلهين من الاعراب اللي صح محل الاعراب الملوي اهي حمر فيها رسم مختوم حيها ترى يا انت طبعنا وام حاني
والتابعة لما لا موضع له كان وقعت كنت أول قام زيد وقعد عمرو ألي مركا مركا محاني يسولي إن ووذة يضاهي أن كعطف قام زيد إن حرف عطف تهوي إيسا وو حال إيسا ينكوها هدان وو حال أمي يستكوي تملاذا كده مس حال من غنسة مركا أذيك وحر أنت هدى وحا إيري قام زيد وقعد عمرو ووذة سبحان الله حرف عطف ينكوها مركا لحال كم وضع على مركا قعد عمرو قعد وفعل ماضي عمرو نواف فاعل كيدي والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من إعلام الليل أم حد عي لأنها معطوفة على جملة ابتدائية جملة استئنافية قعد فنتك والله محل من إعلام تكون رئيسي اللي من الكواد قام زيد به قام فعل ماضي زيد من وفاعل كيدي والجملة من الفعل وقام هي زيد من فاعل كيدي لا محل لها من إعلام صوتهم استئنافية والوبل والوضوء هي الجملة اللي وقعت فيها لا محل من لو وقعت فيها والمعطوف على لا محل هذا لا محل هذا والمحل جسم والمعطوف فين؟ على المرفوع المرفوع صوم ما والمعطوف على المنصوب صوم منصوب نجري والمعطوف على المجنون مجنون صوم نجري ما انت محل انا والمعطوف على لا محل هذا لا محل هذا انا تاس هذا وكاجع بنا لكن مثل كان محلين كان الوعد فانا ولا محل هو مركب وقت ما استاهل لكن هو هذا كله توقيت لما هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.